الهوى فامتثل
صار لي والله خلقني غني لك اخي مو غني معي شويه مصاري
ما يشرش حالي للشنطة. الفقير بعمره ما كان مثل الغني. خلصونا لسه بنقعد نلاقي مبررات. قال شو كل واحد عنده مشاكله. ضروري نعمل لي زلمة يعني واتخانق مع الناس بالمدينة الجامعية. قال شو ما فيهم يتحملوا كل هذا العدد. والله يمكن معهم حق. فعلا ما فيهم يتحملوا كل هذا العدد. تعرف انا حمار. اي والله حمار. ما كان في داعي لتكبير الراس هذا كله على بعضه. ليك وين ملحوش هون نايم مثل الدواب. شو اسمك انت؟ قد ايه صار لي بعرفك ما بعرف شو اسمك. معك هوية؟ هوية هوية ما في شي. احيانا بحسدك انا. عايش لحالك لا بتسمع ولا بتحكي. بتسمعني هلا؟ نهائيا ما؟ طيب هيك نفس الشيء. نوطي صوتنا بلا ما يسمعنا. اذا سمعنا بيقول لنا نحن اثنين. رح سميك من عندي ابو الهول. منيح ابو الهول. بكره اذا صار معي مصاري ان شاء الله بدي اشتري هالسينما كلياتها ونيم فيها كل هالمقاطيع. دفية منيح دفية 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 ونيمهم فيها بالليل. يا رب بدخيلك تضبط هالشغلة. يا رب توفقني يا رب. وطي صوتك انت وياه. هلا بتفيق دينا وبتعمل لنا موال. لك هي مثل الجاج بتنام عبكير. شو بكر انت التانية؟ قربت الساعة تصير وحدة. بكرة بتنط وبتقول إذا مستقبلكم مو هاممكم أنا أهلي عم بيعطوا لي مصاري مشان يعلموني. بتقولي ما في حدا درس غيرها؟ لك الله وكيلك من الصبح حاطه لي هالكتب وقاعده. بتعرف شو عم تقرا؟ اتركوها بحالها الله يعينها. لا فوتي ولا طلعه ولا حتى رفقات. لك والله عامله من ايدها. ما شفتيها وقت قرينا الاعلان شو ساويت؟ تصطفل ولو تنقبر. شيلها مسيرتها يا شو بنات. شو مشان الشغل؟ انو شغل؟ لك شبكن يا بنات المندوبات 15% نسبه. هلا من كل عيلكم عم تحكوا؟ شو فيها يعني اذا درنا لنا على كم محل؟ اعتبريها تفتيله مشوار على السوق. شلون شو فيها؟ اي والله اذا دريوا اهلي بيذبحوني. ولا شو راح يعرفون لاهلك مثلا؟ انت هون بالشام وهن بقاره ثانيه. يا حبيبتي اهالينا لساتهم بالقرن السادس عشر. بعدين الحياه تعتمد على شيء واحد بس اسمه اعلان وتسويق. بعدين اذا ما عجبنا الشغل بنترك هالهم. ايه مزبوط. بعدين نحن مو خسرانين شيء بالعكس ممكن نربح. أنا ما عندي استعداد فوت على المحلات مثل الشحادين. إيه طبعاً حبيبتي، أنتِ ملاقية مين يصرف عليكي بس نحن يا حسرتنا من وين؟ والله أنا رح أجرب، شو أنتوا بنات؟ إيه وأنا كمان. رجاء، وين شاردة؟ لا ولا شيء، عم فكر بحكيكم. ومثل ما عم يقولوا الصبايا، خليني أجرب أحسن ما عنده. ما أنا خسرانين شيء. ماشي، معناتها بكره بتحضروا لي حالكم يا صبايا، إيه؟ بسرعة؟ ولا شو لا؟ بس شو بدنا نلبس؟ ما حدا مننا عنده قطع عليها ضو. روحوا بكنزات وجنزات على اساس سبور. شو امينه؟ ما بتغيري رايك وبتروحي معنا؟ حبيبتي انا ما رح غير رايي. انا مو ضد هالشغله بس مو بهيدا البلد. بالنهايه كل واحد له رايه وانا متاكده انه ما رح تحسنوا تكملوا. ما رح تحسنوا تكملوا. تصبحوا على خير. بكره بس لنزنقل. ما تقولي لنا يا ريت ويا ريت. لكن حبيبتي نحن اذا اشتغلنا ما عم بصير بدهن عالم جداد، واحسن اذا ما رحتي بنستعير شوي من كنزاتك. ايه تكرم عينكم. هاي الغزاله خذوا يلي بدكم اياه منا. تصبحوا على خير. يمكن انا هلا عم بحكي حكي بس اذا صار معي مصاري عن جد لا رح اشتري سينما ولا رح نايم فيها حدا. ليش الكذب؟ بصير بالعكس بدي زيد المصاري. مصاري فوق مصاري. هيك بصير. حلو المصاري بس بتنزع كثير.
تنزع النفوس. هيك سيدي تنتزع نفسيتي بس يصير معي مصاري، ما في مشكلة. نحسان انت بدك تنام؟ بدك تنام شيء؟ ممتاز. طب تعال نفكر شو ممكن نساوي إذا صار معي مصاري. بفتح هيك سوق كبير، في محلات كنافة وحلو فول وألبسة كله. ها؟ لا بتزبط. أخي خليني بمجالي. بفتح مكتب محاماة كثير كبير. نضيف كله تريات وبلاطة بيلمع وموظفين هيك كلهم لابسين هيك حلو جرافات وصحيحين شعرهم مثل الفيلم اللي شفناه هذاك النهار. تذكرته؟ فيلم. ظبط طاقتك، ظبط طاقتك. تاخذ برد. قديش عمرك قبل هول؟ عمرك. نشرح لها هي. شوف الانسان انا وانت الانسان وين بفتح عيونه بيخلق الدنيا بيكون صغير كذا صغير بيكون هيك بعدين بيكبر شوي بعدين بيكبر بصير كبير كثير. انت قديش يعني كبير؟ كم سنه؟ 10 ايه 10 20 خلص بالعشرين يعني من جيل بعض انا وياك. انا وياك نفس الشيء. ضحك. وينك يا ابو ليس؟ تجي تشوف ابنك وين عم ينام؟ قال بده اياني اطلع محامي قد الدنيا. بكره عم فكر روح لعند ابو علاء برجع لعنده احكي معه مشان السكن. قال اذا احتجت الكلب قول له مرحبا. دنيا كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات يفتكر هالساعات وينسى هالساعات يفتكر هالساعات وينسى هالساعات كل واحد منا عنده ذكريات داخلي. شوفي مدام، هي اخر مره بوصلك فيها. مو كل مره بدك تروحي تنبسطي فيها مع رفقاتك انا بدي انتزع مرائي. عم تفهمي؟ ايه عم بفهم حبيبي، بس هذا الحكي يا شاطر بتروح بتفيق امك نهلا من النوم هلا وبتقول لها يا انا مالي كثير فرحانه برجعتي على البيت. بالله شو؟ ايه والله اساسا انا كل ما بفوت على البيت بكتئب وبنمقت لاني عارفانه سلف انه بدي فيق على اصوات نهلا وخالد وهن عم يتناقروا ويتصايحوا ويتخانقوا. بس قربت بيجي اليوم اللي اطلع فيه من هذا البيت وما بعود برجع ابدا لاني وقتها بكون مستقله وعايشه لحالي. يلا فوتي نامي تصبحي على خير. انت من اهله اساسا انا ما بدي نام بدخن سيجاره.
يا هرمي، ما خربت الدنيا اذا ما لقيت شغل بالاوتيل. الاوتيلات كثير عم تفتح بالبلد، الا ما تلاقي لك شي شغله. لك امي طلع فيني، لك امي طلع فيني. هلا كل ما صار شي معك بدك تقعد هيك جمعه ساكت؟ يو لك امي، خالك ما قال لك اذا ما لقيت شغل هون بيطلعك على الخليج. كيف بدي اطلع على الخليج يا امي ومعي ولا شهر خبره؟ لك امي، خالك هنيك له واصله، واللي بده اياه بصير. امي ان شاء الله تركيني بهمي، ها ما حدا بيعرف مصيبه حدا. بعيد الشر لك امي. مو عيد بنوب. لك امي شو هالحكي؟ استغفر ربك، الحمد لله عايشه منيح ومو ناقصنا شيء. ايه امي، بجوز انت مو ناقصك شيء، بس انا ناقصني امي، وناقصني كثير كمان، كثير كثير. امي انا شو بدي يعني؟ بدي اشتغل، بدي يصير معي مصاري، يعني بدي اعيش من دون ما احسب حساب الليره والليرتين. يعني بدي هيك شوفك يعني مبسوطه بحياتك، وابي مبسوط، واختي يعني لو كان معنا مصاري نحن ما كانت تجوزت هناء من زمان. لك امي، كل شيء بالدنيا اسمه ونصيب، واختك لسه امبارحه تخرجت من الجامعه وعم تشتغل والحمد لله، مو ناقصنا شيء. لك امي يا امي، حميد ربك والحمد لله انه صحتك منيحه ومو لازمك شيء. لك امي اشرب قهوتك وروح على جامعتك. اساسا كل المصايب من ورا الجامعه. لك يا ابني، العالم تتمنى تاخذ بكالوريا وانت عم تتجبر. هلا لو ابي كان رضيان انه ادخل ادب انجليزي مو كان احسن من الحقوق؟ يعني على القليلة اذا رحنا قدمنا على شيء اوتيل بيقبلوني يا امي. وين ما بروح بيقولوا لي شلون لغتك، كيف لغتك؟ نحن يعني درسنا بمدارس عامة، شو طلعنا لغة؟ شيء بشهي. امي الغزالة الشاطرة بتغزل على عود، روح تسجل بالمعهد وحاج الحجاج. حاج الحجاج. خلص امي ان شاء الله. يعني اذا سجلت دورة معي مصاري رح نضل بنفس السيرة هي. انا رح فيق ابوك. صباح الخير على الرايق. صباح. شو هي صباحه؟ ما بعرف، شو بعرفني، طلعت معي هلا، بس يعني رفيق اجاد بيقولها بالجامعة دائما. شو مبين متأخر على الشغل؟ شو نسيت انه اليوم عطلتي بالمدرسة؟ ايه صحيح. لك وين رايحة؟ نازلة انا وبنات خالتك على السوق، في محل عامل رخص على الصيفي. لك يا اختي يعني شو بتستفيدي اذا اشتريت الصيفي هلا يعني اشتري لك كم قطعة شتوية افيد لك اختي. لا تخاف اخي، لا تخاف على اختك، شارية بالرخصة تبع الشتوي للشتاء. الله يجمعك بابن الحلال ويريحك الهي يا رب. الله كريم، الا ما يتشرك له فيه شيء اعمى قلب. خاطرك. مع السلامة. ليلى. ليلى. قومي ماما قومي. ليلى. لك قومي. ايه علينا صارت الدنيا الظهر. لك امي الناس صارت بشغلها. بس خمس دقايق. لك شو خمس دقايق؟ قومي بدهم يجوا تبعوا المازوت. قومي ماما. يلا قايمة. قومي تقبريني قومي، ما في وقت، يلا قومي. شو بدك ماما؟ ماما بدهم يجوا تبعوا المازوت، بدك تنزلي تساعديهم. امي انا بدي استنى تبع المازوت. لك ايه بدك توقفي على العداد، لك انا قومي نزل. يلا. يلا حبيبتي يلا. يلا الله يسعدك. يلا. شو بك ليش عم تطلعي؟ عم بصفن يعني نحن حرام يكون عندنا مكياج مثلنا مثل كل هالبنات؟ والله نحن حلوين. ايه حلوين ليش؟ مين قال غير هيك؟ بعدين اصبري شوي. ان شاء الله هلا بتشتغلي وبصير معك مصاري وبتشتري اللي بدك اياه. يعني. لا رح يصير معنا ملايين. القصة ما بدها ملايين. شوفوا لي صبايا اماني منيحك. حدا عنده غوط ازرق او شيء؟ لك منيحك. بعدين رح يطلع على رجلي ولا على وشي؟ خلص طيب رجع. سوارتك هي كيرينا اذا بدك تحطيها. اي سوارة؟ لك بفضل هديتك اياها ليلى يوم عيد ميلادي. اي بعتها من زمان مش عارف لها الهديه. خلصنا انت وياها تاخرنا. هدي وين حاطها لك حليب تا؟ نسيت عند البنات تحت. قومي خلي سماء تحط لك حليب. قومي شرفك. لا تتاخروا. لا لا يلا جاي. Thank you.
امي غليظ بيع المازوت. يسلموا ايديكي. مالك مالك. والله بعرف، بس شو بنعمل؟ يعني نضل بلا شوفاج بالشتاء؟ لا. اخرتك على جامعتك. لا ولا يهمك، بعد السنه باولها. طيب حبيبتي. مين مين مين؟ نعم. اعطينا كرسي. بس واحدة. خلي واحدة تانية. تعي. دوبي. شو جابوا لنا هون؟ شكله بحاجة نوم ولا شغلة سلاية؟ ايه شو بدنا نعمل؟ لكي رجع هاي فاتت هلا، انت دورك بعدها، ما تنسي شو قالت لك امينة؟ ثقة بالنفس اهم شيء، بتفوتي وكأنه انت يعني الشغل هيك كله على بعضه مو قايمتي من ارضه، ماشي؟ تسلقي فاتك إيه. لا لا انا ما بدي، انا رايحة من هون، ما بدي اتبهدل. شو؟ بعد كل شيء عملناه؟ اي والله لن تقلع. تفضلي انسة رجع دورك. لا ابدا. مش مين قال لك هالحكي؟ ايه. لا مستحيل. خلص بقى شو بدنا نضلنا نحكي لبكره؟ بلا غلاظه. خلص روحي هلا بس بنحكي. باي باي. خليكي واقفه. بس اجي على بالي بتعدي لي. شغلتنا يا انسه ما فيها خجل. بعتقد هي اول مره بتشتغلي ما؟ ايه مزبوط. شلون عرفت؟ رح ادخل بالموضوع بشكل مباشر، بس بدي اياك تسمعي هدول الكلمتين قبل ما احكي. الوحده بشغلتنا لازم تكون جريئه ومنطلقه وواثقه من حالها، ما في شيء بخوف. بس اذا بدك تضلك هيك انا بنصحك ارجعي على بيتك، انه هي الشغله اذا حبيتيها رح تقلب لك حياتك. لامتى بدك تضلي هيك؟ شو اللي ملبكك؟ هي فرصتك يا جدبة. شو ناوية تخلصي جامعة وتركضي عالضيعة؟ ما حدا رح يأذيك. ولك عيشي، جربي الشي بكرة تحكي عنه. لسه الكل حاسك البنت الهبلة اللي ما بتفهم بشي. عم تسمعيني؟ ايه ايه عم بسمعك. رح اسمح لحالي ناديك رجاء. إذا حابة تكوني بالتيم تبعنا بكرة المساء بتيجي وبنحكي بالتفاصيل. ايه اكيد. شكرا لك. بس بكرة اي ساعة؟ برافو عليك، تعجبني البنت الدقيقة.
فعلا الشاي بالمج اطيب من كاس البلاستيك. شكرا. ما قلت لك دور شوي لهنيك. هلا انت هذا عندك مثله نفسه؟ ايه عندي. يا سلام. شبك لسه عم تبعدي فيني شوفي؟ مو بعرف شو في بوشك لسه، وشك تعبان كثير. دقني؟ لك مو دقنك، أول شيء تحت عيونك ما بعرف شو أسود وأخضر، وثاني شيء في أشياء هيك. أشياء؟ هي لأني مالي نايم امبارح بالليل. امبارح شي الساعة تقريبا واحدة واحدة ونص. ايه؟ حملت حالي ونزلت على الشارع لك خلاص. ايه انا خليني عماد انا بحب يكون بوشي اشياء. ايه مو حلوين الاشياء. بدك تسمعي ولا ما بدك تسمعي؟ اسمعي. حملت حالي ونزلت امبارح الساعة واحدة واحدة ونص بالليل. تفضلي. ايه ايه نزلت اتمشى بهالشوارع لحالك؟ لحالي راسي براس حالي. ليلى الشام بالليل بتطير العقل. عن جد عم تحكي لك حلوة حلوة فظيعة. بتعرفي شو بتحسي؟ بتحسي انه بتحسيها أليفة. شو يعني أليفة؟ هي الكلمة المضبوطة أليفة، يعني بتحسيها انه حنونة، بتحسيها ملكك. حلو ميال قلبك. ما في شي مرة هيك تزبطيها تطلع انا وياكي هيك بالليل؟ بالليل؟ أه؟ واحدة ونص تنتين بالليل؟ ولي ما بتعرفون لأهلي؟ سبعة ثمانية لازم سبعة ثمانية انكترت لازم تكوني بالبيت مزروعة. فهمناها. نعم. الدرس. لكن معقول لسه في ناس بتفكر بهالطريقة؟ لك هلا أمي بجوز ما تكون تفكر بهالطريقة، بس المجتمع اللي حواليها والجو. لا تقلي لي مجتمع وجو. أنا مثلا مالي ربيان بأوروبا، أنا مالي من الشام بالأصل، بس الواحد إذا بيفكر بينه وبين حاله شوي بيكتشف إنه لازم يعيش حريته. ليلى نحن بدنا نعيش مرة واحدة، مرة واحدة بس. حلو كتير أنا معك، بس إذا أجت القصة لعندك بتطبع على أخواتك البنات؟ يا ريت فيني طبع على أخواتي البنات، بس القصة أني ما بقدر لأني مالي سلطة عليهم. أبي موجود بس حاولت على قد ما فيني. ما بعرف. على كلين أنتوا الشباب ميالكم، فيكم تعملوا شو ما بدكم، تروحوا وبتجوا وبتطلعوا امتى ما بدكم. يعني انا مثلا عم بحلم اني اشوف الشام بالليل، هذا الحلم صغير ولا قدرته. هلا انا لو ضبطت ما كان احسن؟ طبعا لا. شباب انا بحماية ليف. شباب شو عامل لك؟ وحياتي شنطة في بنت كانت ماشية لطشت على البيت. لطشت معك الجامعة. فكرتني انا عم بلطشها بس روقت استحي استحي. مش شايف مكريم يو؟ شو؟ مكريم يو؟ نحن مو بكرين، انت جاي متأخر. شو مد الله يرحم جدك. لا لا اجيت بكير اليوم، شو بتعرفت لي يا للوش؟ ما كانوا يزبطوا البرنامج؟ شو بكم؟ شو صار لك؟ ما في شيء بردنا. يعني رجاء ليف، ثاني مرة بس تحكي مع الأستاذ جاد، يعني وزين حكيك؟ لأن الأستاذ جاد مطعمينا ومشربنا، يعني عم يكتبنا الملخصات وعم يدرسنا وعم بتعرف. طيب حكيكم هلا شغلة بكل صراحة من رفقاتي أنتم، فيكم شيء مرة هيك لما تشوفوني قاعد أنا وليلى، يعني تكفوا مغياب شوي؟ صحيح حابين نقعد شوي لحالنا شوي يعني. ها؟ رجاء وينها؟ رجاء؟ ما بعرف. رجاء؟ وين رجاء؟ وين رجاء؟ 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 يا رجاء؟ 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 أحلى شي بالعالم كل مرة عطر جديد، كل عطر أحلى من الثاني. شو صار؟ واحد بده يترجاك مشان يشوفك ولا الشغل؟ أول شي أنت اللي قررتي تبعدي بدون ما تقولي، وسافرتي كمان بدون ما تقولي. أنا مستحيل أبعد من الشغل عنك، أنت بتعرفي كثير منيح كل شي عم بيصير بناء على طلبك. مزبوط، بس ما بعرف ليش كنت متخيلة انك رح تقاتل مشاني. بقاتل وقت اللي انت بتحسمي القصة وبتعرفي بالضبط شو بدك. ولو انت اكتر واحد بيعرف شو بدي. ما بكفي، بدك تعرفي اذا بتتحملي تبعات قراراتك ولا لا. شو بدنا بهالحكي نحن هلا؟ خلاص المهم انه نحن مع بعض. متر اذا بتريد. والله قد ايه طلع الوحده من ورا هالشغله؟ انا 700 ليره، انا 550.
أنا 635. هلا حضرتك عنسي أمينة، فيك تخبرينا شو شعورك كونك ما اشتغلتي معنا؟ مبسوطة خيرات الله، ونعطى العزيمة اللي وعدتوني فيها. إلا عزيمة ولا هم يحزنون، متفقنا تعطوني المصاري مشان نجيب هدية لجاد؟ إيه، هلا صار معكم فوق ال 1500، خذي لك 1000. 1000؟ شو بدي أجيب بال 1000؟ لسا مبارح عم تقولي لو معي 200 ليرة، هلا ال 1000 ما عاد عجبتك. ماشي، أمري لله. ومنا نتغدى بكرة؟ هلا قبل الغدا بدكم تقولوا لي شو بدي اجيب هديه لجاد. اول شيء بقت ورد. شو فكره؟ لا مو فكره، اذا بدك تجيبي بقت ورد ما عم تقدر تجيبي له هديه. ليش بقى؟ لانه اقل بقت ورد مرتبه حقها 500 ليره. قليل لقيت. مزبوط، بعدين الشاب هو اللي بيجيب ورد للبنت مو البنت. ايه لا حبيبتي لا، الورد اختصاص البنات والشاب بيجيب الهديه لتيلي. ايه وهلا ليش ما عم ترد على الموبايل؟ لأنه ما بدي رد. ليش بقى؟ هيك قررت أعمل لحالي يوم راحة بالأسبوع، ما بدي أحكي مع حدا ولا حدا يحكي معي. يا رجل رح أنسى مين هو حازم درويش. آه والله بينتك أنت بلشت تبطل. لا والله بس ما حدا عم يفهم على حدا. مشان هيك صرفت السكرتيرة اليوم؟ مين بيشرب لعبة؟ لا هذا اللي أكل أمه أنت. هي أول واحدة بدي ارتاح منها، عاملة فوق راسي مثل برج المراقبة. إذا بتلعب شطرنج معي بعمل لك قهوة. لا دخيلك والله راسي ما حولني. بتحب؟ نلعب طاولة زهر. شو طاولة زهر؟ شو اللعبة هي؟ إذا بيجي زهرك بتربح، وإذا ما إجا زهرك ولا إجا حظك مستحيل تربح. شو اللعبة هي؟ أعوذ بالله، وين دوري أنا باللعبة؟ دخيلك ودخيل دورك. من كثر ما عم تدور على أدوار بدك تصفى برا بالأخير. يا لطيف لسانك أنت شو صليت؟ خلينا نشوف شو في اخبار. مرحبا. يا سلام. تفضلوا واقفين على الباب، فوتوا تفضلوا تفضلوا. لا تفضلوا. يلا. وانت حدا عندك في البيت؟ لا. شو بنشلع رجلينا ورجلك على البيضة؟ شو بدهم يعملوا؟ يحبوا تعالوا بالصباغة. يلا. يلا. تفضلوا. يا جماعة عن جد كثير، يعني أنا ماني عارف شلون هيك على الخطوة الحلوة. لا ما في داعي تشكرنا، هذا هالشي فينا نعمله. أصلاً إذا بدك تشكر حدا لازم تتشكر رجاء، لأنه هي اللي زبطت كل القصة. بس ما زبطت معك كثير، فرقت معك 24 ساعة. عيد ميلاد جد بكرة. عن جد أنا آسفة كثير، والله فكرت إنه اليوم. لا لا ولا يهمك رجاء، المهم تكون فكرتوا فيني. هلا ما فرقت على يوم، شو القصة يعني؟ إيه يعني ما فرقت على يوم يعني الحالة فكرة يعني. طبعاً فكرة طبعاً. شو جاك؟ بطلك تعرفنا على أمك؟ كلنا جعبالنا نتعرف عليها. هي بلا طبعاً. أنا مدى أخته رجاء إذا حابة تتعرف عليها. ومدام هي رجاء معناته أنت ليلى صح؟ إيه ليلى صح مزبوط. أنا كريم. شباب شو رأيكم جيب صحون معالي مشان تكون علي على حبتها؟ لا ما في داعي. ما تجيب شي، نحن جيب شي جيب لازتي. جبت صحون أنت؟ إيه هيك كاسات تمام. طيب خلص جاد، فوت نادي لماما خليها تتعرف على رفقاتك مدام عندهم رغبة يتعرفوا عليها. هذا اعطيني النايلوني. ها النايلوني اسمه مشمعة. خلصني شو مكان اسمه المبدل المشمعة. وين ما بدكم تحطوه مدوها؟ وين اخذته؟ اللي هو مدوها هون. بدكم مدوها على الكنبان؟ هذا جبنا لك صحون للحسن. هذا حطها على الكنبان مشمعة معهون حطها على الكنبان. هذا اعطيني جاد خذ بردات منا فوق. بدك يسلم ايديك. مدى انت بدك شيء؟ عسى مدى نادينا لمدى تاخذ معنا. عسى مدى يا مدى تفضلي ولا نحن نقضي معك. تفضلي ليكي انا ما بدخن ها بس اخذ لك سياره ليكي يعني تعالوا. فا احسابك انت شو اسمك؟ انا اسمي اللي بدك اياه. اللي بدي اياه شو بدك اياه؟ اسمي بالبلا. صار لازم نمشي انا وياكي، خلينا بس شوي الله يوفقك. ما بقدر، ما بدي اكل بدل من امي اليوم. بعدين انت شلون بدك تخلقي على السكن؟ لسه الساعة 9 وربع، بربع ساعة بقدر أكون هنيك. بس شوي تقولين الله يوفقك. بس شوي يا غليظة، لكم مرة قلت لك إنه أنا إني خلص سؤالي لا تبلشي. قومي هلا دقي لأمك وقولي لها بدنا نتأخر. لا بتربع الساعة. لا خلص باكل بهدلة وحدة مو ضروري بهدلتين، وحدة على التليفون وحدة شخصي. هذا الفانل شو سبايا؟
ما صار وقت الرقص؟ شو بتكون؟ قطرين ولا بنشعر؟ عربي ولا غربي؟ لك شو عربي ولا غربي؟ مدى بدك تحلي عنا يعني؟ ايه لا لا شرقيانة عم برقص شرقي. شفت شلون بفهم انا فقدرت اكثر منها؟ لا عسى مدى شوفي نحن بصراحة كثير حابين نقعد ما هيك ليلى؟ ايه بس تأخرنا كثير لأنه بتعرفي البنات ومدينة جامعية وحارس خلينا خلاص كثير خلاص ايه اوكي يلا شكرا كثير كل عام وانت بخير وانت بخير شكرا كثير يقول لك يلا باي باي يعطيكم العافية شكرا كثير اهلا وسهلا باي باي اسفين شكرا نجيب باي باي سلامات باي 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 يا زلمة تسالي ساعتين باي بس في هدية ايه لا تنسى بكرة ها بالجامعة ايه وانتي سالمي اهلين اهلين هي هدية يلا باي باي صباح على خير باي هي اول واخر مرة تشي بتعدي معنا وقت بكون رفقاتي ودخيلك وانت وهالرفقات تتهنى فيهم اصلا ما بعرف منين لامهم خصوصي هالشرشوحة رجاء جوليت على القليل تتذكروني مو مثل بعض جماعة كنت حابة اقدم لك اياها بكره بس تثاقبت بتعرفي احيانا ما بتكون كثير حبابه بخاف لك العام انت بخير انت بخير هات ورجينا شو جاي فيك قول لي ما كان لك انت حبابه لك معلش لنشوف شو نزيتها لك توقع الفم بكير ايه بكير الساعة دوب الساعة 10 10 ولا 12؟ مشان حضرتك تنبسطي يا خانو صرنا علكه بتم العالم هلا الناس ما لقيت علكه غيري تحطها بتمها تروح تلاقي علكه ثانيه بعدين شو شايفتيني انا كل يوم والتاني عم ضل نصاص الليالي برات البيت هي هالمره كل مره بتقولي لي هي اول مره وبترجعي بتعيديها ولك بنتي لو كانوا اخواتك عايشين معنا كان الوضع مختلف امي مشان الله روحي شوفي بنات الناس كيف عايشه جام بهدليني الي راجعه الساعه 10 قومي جاهزي شو بدك تلبسي مشان حفلة بكرة مشان كتب كتاب بنتها لأم محمد مين أم محمد ومين بنتها لأم محمد؟ يو شو بنا؟ جارتني اللي فوق ايه أنا شو دخلني؟ شو دخليك؟ إجت المروة عزمتنا على حفلة كتب كتاب بنتها بكرة ايه أنا ما بدي روح أنتي بتروحي لا يا ستي بدك تروحي لا يا ستي ماني رايحة وصرت 100 مرة عيت لك نفس الموال أمي أنا بهالطريقة ما رح أنخطب ما رح روح وانصمت ليلى بدك تروحي ورجلك فوق رقبتك ماني رايحة لك وينك؟ أنا حاسس عليك أول مرة سكبت إلا لحالنا مسكين درويش ثاني مرة إلا يمكن في عنده ظروف لو افهمنا يا خلو مجدك على عضبك ليه أنت بتضل ساكت عليك يعني؟ أقلك على نفسك لك واخذتك لك أخي مو أخذك واخذك ولا ما واخذك قل لي هلا مظبوط تصرفك تعبني هون بالروايح مظبوط انه انا اسكت عنك يعني حقك على راسي ما تواخذنا عنك كم رغبنا كم حلمنا كم تمنينا وشاء الهوى فامتثلنا
عشق الهوى.